الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ومعهم، وثلاثة يشنأهم الله أي يبغضهم ويمقتهم: الرجل، وهو الذي يحبهم الله عز وجل، الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، فينزلون عن دوابهم فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم بموت أو ظعن، والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما بموت أو ظعن، والذين يشنأهم الله أن يبغضهم ويمقتهم: التاجر الحلاف، والفقير المختال، والبخيل المنان. عباد الله، حديث عظيم كسائر أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كلمات معدودة ولكن فيها من الحكم والعبر ما لا تنفع فيه خطبة أو محاضرة أو مجلد عظيم. ثلاثة يحبهم الله. لن أتحدث اليوم عن حبيب الله الذي كان وما زال الجهاد هو موضع اهتمامه، وهو أمله وما يقض مضجعه، خاصة في هذه الأيام التي نحن في أمس الحاجة فيها إلى تدارس الجهاد وأحكامه وفضله، في ظل ذل هذه الأمة وهوانها واقتدار أعداء الله عليها. ولن أتكلم اليوم عن ذلك الحبيب، حبيب الله عز وجل، الذي زين له قيام الليل وحبب إلى نفسه في الأحوال العادية، بل وفي الأحوال الغير اعتيادية، حيث أنه في سفره
وتعبه ينعزل عن أصحابه الذين ناموا وخلدوا إلى الراحة، وقام بين يدي الله عز وجل يناجيه ويستمد منه القوة والطاقة والنشاط، يتضرع إلى الله عز وجل مع تعبه وسفره. فلن نتحدث اليوم عنه مع الرغم على الرغم من حاجتنا إلى قيام الليل، على الرغم من أن الغالبية منا لا يعرفون قيام الليل وهم في بيوتهم مرتاحون نائمون وآمنون. ولن أتكلم عن حبيب الله الثالث الذي يصبر على أذية جاره محتسبا الأجر عند الله، على الرغم من أنه يعلم يقينا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا الجار الصابر المحتسب يعلم أن جاره ليس بمؤمن، وهو بإمكانه وعلى قدرته، بإمكانه وفي قدرته أن يشتكيه إلى الناس وأن يفضحه وأن يخبر الجميع بما يفعل به ذلك الجار المشاكس. أما الثلاثة الذين يشنأهم الله فلن أتكلم عن ذاك التاجر الفاجر الذي لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، وهو يعلم أن الله يبغضه ويمقته لذلك إن كان صادقا، فكيف بالله عليكم إن كان حلفه وهو كاذب. لن أتكلم عن الفقير المختال المتكبر الذي يتشبع بما ليس عنده، ذاك المختال الذي يتكبر على طيب الطعام وهو لا يجد كسرة الخبز، إلا أني سوف أتكلم اليوم معكم عن خلق ذميم، خلق ذميم يغضب الله عز وجل ويغضب ربنا تعالى على من اتصف به، ألا وهو المن. وإن أضفت إلى ذلك خلقا آخر كان شرا على شر، ألا وهو البخل. فالبخيل الذي لا يعطي إلا بشق الأنفس إن امتن على من أعطاه فهذا الذي يبغضه الله عز وجل. إن المن عباد الله صفة فعلية من صفات الله عز وجل، إذ يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. والمنان اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، جاء في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل يصلي، فجاء في دعاء هذا الرجل وقد سمعه الصحابة، قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن المنان من أسماء الله عز وجل. ولقد نهى ربنا عز وجل عباده عن المن، بل قد نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ولا تمنن تستكثر، بمعنى لا تنظر إلى عبادتك وعملك فتستكثرها، لأنها مقارنة بإنعام الله عز وجل وفضله وتوفيقك له، بفضل الله عز وجل وتوفيقه لك هذه العبادة التي تمتن بها لا تقارن بفضل الله تعالى ونعمه. بل إن الله عز وجل قد نهى عباده عن المن فقال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
وللأسف فإن أغلب الناس إذا عمل عملاً أو قام بعبادة فإنه يعجب بنفسه ويرى فيها الشيء الكثير. من المسلمين من إن قام ليلة أو صام يوما رأى أنه على خير عظيم، وهذا من تلبيس الشيطان، وهذا من تزيين إبليس لنا العبادات. وقد قيل رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، فبحسب ما يقر في قلب الواحد منا فهذا هو الذي يكون مصيره. إن من المسلمين من لا يتورع عن الحرام بعد عمرة أداها أو بعد حج، لأن الشيطان يزين له أن يمتن على خالقه بأنه عمل عملا صالحا، فبالتالي يخوله لعصيانه والتجرؤ عليه، وهذا دليل على قلة الإخلاص في العمل. لأن الأصل أن العبادة تكسر العبد وتزيد في ذله لربه تعالى، أما الطاعة والعبادة التي تدخل على العبد العجب والخيلاء فهذه عبادة ناقصة وغير مقبولة. ولذلك أمرنا الله عز وجل في الحج بعد الإفاضة أن نستغفره، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي الفريضة يستغفر ربه ثلاثا مما فيها من نقصان وخشية أن يدخل على قلبه شيء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن المن من كبائر الذنوب. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ثلاثة لا يدخلون الجنة. والله إن هذا الحديث لمن كان في قلبه ذرة من إيمان حديث يدخل الترهيب في القلوب. العاق لوالديه، ولن أتكلم عن العقوق فأمره عظيم، لكن تذكر كم من نظرة نظرتها سزراً إلى أبيك أو إلى أمك، وكم من تأفف خرج من فمك. ومدمن الخمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. وكم من الناس من يظن ويعتقد أنها من الرجولة ومن الفحولة أن تعاقر الخمر، وهو لا يدري أن الله لا يقبل له صلاة 40 يوماً، وإن مات وهي في بطنه سقي من ردغة الخبال، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما ذاك المنان بما أعطى فهذا الذي هو موضوع حديثنا. المن عباد الله نوعان: من قلبي بدون تصريح، فلا يخرج من فمك ولا يصدر عنك من فعل يدل عليه، إنما هو في القلب، فهذا ينقص الأجر ولكنه لا يبطل الصدقة. فصاحب هذا النوع من المن يرى في نفسه وبقلبه ويظن أنه منعم ومتفضل على غيره، ونسي أن الله تعالى هو المنعم الأول إذ أعطاه وحرم غيره. وأما النوع الثاني فهو المن على العباد باللسان والاعتداء عليهم بتذكيرهم بالإحسان، فيقول لمن امتن عليه: أما أعطيتك كذا وكذا،
أما فعلت لك كذا وكذا، وهذا النوع يبطل الصدقات ويأثم صاحبه بفعله. قال عبد الرحمن بن زياد رحمه الله: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. إذا أسديت معروفا إلى أحد ثم رأيته في اليوم الذي يليه فسلمت عليه، فرأيت في نفسه تغيرا بسلامك لأنه تذكر معروفك بالأمس، فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا صنعت لكم صنيعة فلا تنسوها. وقد قيل: صنوان أي هما سواء، صنوان من منح سائله، ومن منع نائله وضن. فالامتنان استعباد وكسر واستذلال لمن يمن عليه، والعبودية والذل لا تصلح إلا لله عز وجل. إذ من العباد تكدير وتعيير، ولكن من الله عز وجل إفضال وتذكير. ثم إن المعطي طلب الأجر والشكر ممن أعطاه، ولذلك يكون قد أشرك مع الله عز وجل في الصدقة، لأن الأصل أن الصدقة لا تكون إلا لله. وقد قال عز من قائل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وأيضا فإن الله تعالى هو الوحيد عز وجل الذي يتولى ثواب المتصدق بأن عوضه أضعاف مضاعفة على ما أنفق، وبارك له فيما أبقى. فأي حق وفضل بقي للمعطي عند الآخذ حتى يمتن عليه؟ لذلك عباد الله، لا نكاد أن نرى بركة ما ننفقه ونتصدق به على المسلمين، هذا إن تصدقنا، لوجود الامتنان في القلوب. كذلك لا نجد بركة ما ننفق ونتصدق ونسدي من معروف، لأن الغالب على المسلمين التصريح والتلميح بالألسن على ما امتن به على من أنفق. فليس لأحد حق في الامتنان إلا المنعم المتفضل المنان عز وجل. أما أن يحسن العبد إلى إخوانه، أو ينفق ماله لإغاثة ملهوف، أو سد حاجة، أو دفع فاقة، ثم يشيع ذلك بين المسلمين وفي المجالس، أو حتى على نطاق أفراد قليلين، فهذا من المن الذي يبطل الصدقات ولو كان بعد سنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأشنع وأبشع من الامتنان على الناس بالصدقة أن يمتن المنان على الناس بفعل ما أوجب الله عليه، كأن تجد من يمتن على والده أو والدته أنه فعل لهما كذا وكذا. وما ذلك والله بالصدقة ولا بالإحسان، بل هو واجبه. أو أن يمتن الزوج البخيل على زوجته بسبب دريهمات قليلات أنفقها عليها، وهو واجبه أمام الله عز وجل، وهو مفرط إن لم يفعل ذلك. أو ذلك المسؤول الذي يمتن على الناس أو على المواطنين أنه فعل كذا وكذا مما هو واجباته، وهو من صلب عمله ويتقاضى عليه أجراً، ومع ذلك لا يجد ذرة من الحياء في وجهه أن يخرج ويقول: فعلت كذا وكذا، ويريد منهم أن يشكروه وأن يحمدوه على ما فعل. وما درى ذاك المسكين أنه معاقب مذموم على تقصيره أو على خيانته للأمانة في الدنيا والآخرة. فلنتق الله عباد الله، ولنحسن إلى عباده بلا من ولا أذى ولا تكدير، مستحضرين أننا لسنا سوى مفاتيح للخير، جعلنا الله تعالى أسباباً لإيصال نعمته إلى الناس، ومع ذلك يكافئنا الله عز وجل على ذلك، فله الحمد في الأولى والآخرة، وهو العزيز المتفضل المنان.
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، تقضى حوائج الناس على أيدينا بغير منة منا ولا أذى، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارزقنا ولا تمنعنا، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد، وانصر إخواننا المضطهدين الذين يضطهدون في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.